حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وقد جاء لفظ عند أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه: ليس من أم بر أم صيام في أم سفر. وهذه لغة لبعض أهل اليمن، فإنهم ينطقون الألف واللام ميما، وهذا اللفظ مشهور عند أهل اللغة والأدب. وهذا الحديث تحدث عنه شراح الحديث وتحدث عنه أهل الحديث في كتبهم، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير من أن هذا اللفظ يحمل على محملين. المحمل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطق به بهذه اللغة بناء على لغة هذا الصحابي رضي الله عنه. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقاه منه كعب رضي الله عنه باللفظ المشهور: ليس من البر الصيام في السفر، ثم هو لما بلغه إلى قومه بلغه بلغته. ويقول ابن حجر رحمه الله: وهذا الاحتمال الثاني هو عندي أوجه. وهذا يدل على أن الحديث ثابت عنده، لأنه خرجه، والتخريج فرع عن التصحيح. بينما يرى الألباني رحمه الله، وذكر ذلك في إرواء الغليل وفي السلسلة الضعيفة، من أن هذا الحديث هو في ظاهره صحيح الإسناد لكنه شاذ، لأن الثقة خالف من هو أوثق منه، فمعمر خالف الثقات الآخرين، لا سيما وأن معمر رحمه الله قد روى الحديث المشهور مع الجماعة، فقول الجماعة أولى من قوله، مع أن الذهبي رحمه الله، والقول قول الألباني، أن الذهبي رحمه الله قال عن معمر مع أنه من الثقات قال له بعض الأوهام. فخلاصة القول أن هذا الحديث عند الألباني رحمه الله شاذ لهذا الاعتبار، وباعتبار آخر وهو أن هذا الحديث رواه جملة من الصحابة رضي الله عنهم باللفظ المشهور. وهذه هي لغة عند بعض أهل اليمن، ولذلك يقولون جاء القوم جاء أم قوم، ويقولون هذا وقت الضرب، يقولون عنه جاء وقت أم ضرب.